الوقت كطير شكيت في المكانة، كنضرب دوطاف باش كنطلع لقانا، كنشوف الحقيقة في القرعة عريانة، ما تسولنيش علاش باغي نحرق انا، عقلية خاسرة بلاصتي في امريكانا، واش القضية محزوقة ولا غير عندي انا. السلام عليكم متتبعي قناة ميمون رياكسيون، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المتواضعة. الفيديو هذه المرة من منطقة خلابة، الطبيعة اللي كتشوفوا قدامنا منطقة شلال الأقصر، كما كتشوفوا الجمال ديال الطبيعة هذه. من هنا غندير لكم هذا الفيديو، هذا غنهضروا على الجديد ديال تركيا، غادي نهضروا على بزاف ديال الطريق ديال بلغاريا واليونان كيفاش دايره، باش نخليكم في الموضوع ديريكت الخوت وما نطولش عليكم، ما يكونش الفيديو طويل. اكتيالمون بالنسبه حاليا انا بعدا راني مستقر في المغرب لظروف يعلمها البديل والعادل، ديجا قلت لكم انا ما بقاش مقتنع نبقى في تركيا بحكم كانت العنصريه بزاف ديال الحوايج. شحال واحد كيقول لي ما عجبكش تركيا علاش جالس فيها، انا خرجت منها عادي جدا. فاذا لم اجد في بلده ما اريده فعندي لاخرى عزمه وركابه. اذا الخوت بالنسبه للطريق ديال اليونان بلغاريا ديامات هذه راه مزيره، الخوت تركيا شويه قضيه مزيره، ما يكذب عليكم حتى شي واحد. دابا اللي بغى يمشي، اللي بغى يمشي شنو هي؟ ماشي ما كاينش، ماشي ما غاديش تمشي، غتمشي غتمشي ان شاء الله. إذا باغي توصل غادي توصل، ولكن دير في بالك من هنا 50-50، 50% توصل 50% غالبا غتشد في الكامب، ما بقاش ديك 50% تضرب وترجع وتعاود، ديك لا بوسيبيتي تعاود بزاف المرات. دابا كتشد بلغاريا كيرونداوك ديريكت ديال تركيا، تركيا كيدوك ديريكت للكامب، في الكامب كيديروك ديريكت ترحيل للمغرب، ترحيل دابا من عام تا 5 سنين، فهمتيني؟ يعني كتلعب لي شونس ديالك كاملين في ديك المحاولة الأولى، وإلا منعتي ترجع مرة جوج هكا، ولكن قليل فين غادي، فهمتيني؟ غالبا غطيح في يدين البوليس ديال تركيا، غيدوك للكامب، وغادي ترجع للمغرب. دونك هكا ديال الطريق إلا بغيتي تعول عليه راه هكا دايرة. بالنسبة لصربيا اللي كانت مزيرة في واحد الوقيتة، دابا راه كاينين خطافة كيديو اللي سمعت، يعني الناس اللي حاصلين في صربيا راه عندهم لا بوسيبيليتي باش يوصلوا دابا. الناس اللي في بلغاريا شادين الطريق وهذا واللي واصلين، والناس اللي غادي يمشيو الله يسهل عليهم، حتى حاجه ما مستحيله، غتوصل راه غتوصل، ما كاينش حاجه سميتها مستحيله. والطريق ديال تركيا ما عمرها غتسد في مره، ما عمرها غتسد في مره، كتزير كتحل كترخف، تقدر تزير تبقى غير تقبة صغيره قد هكا، المروكي يدوز منها ما كاينش المشكل، فهمتيني؟ المغربي غيدوز منها. دونك بنادم راه كيدير اي حاجه باش يوصل، غير هو باش يعرف بنادم اللي ريسك اللي كاينين. شنو ميقولك شي واحد ما كتنصحناش ولا كتشجع؟ لا ما نشجع، ننصحك ولا ما ننصحكش، كنقولك الواقع اللي كاين. بالنسبة للطريق في هاد المومو هادي في هاد الوقت دابا هادشي اللي كاين من القدام، ما تعودش على شي حاجة سميتها مرخوفة، فهمتيني؟ ومزيرة عاود لديك الحد ديال مزيرة بمعنى مستحيلة، ما كايناش المستحيلة، لي شونس قلالة الخوت، لي شونس قلال، متفقين؟ لي ريسك كاينين بزاف ديال ريسك، ما نبقاوش نهضرو نديرو فيديوهات ديال 2016-2017 ونبقى نعاود لكم 2018-2021، نبقاو نقولو دائما الريسك دابا حاجة فيكس، الريسك كاين، ولو ريسك اللي قلنا راه كاين لو ريسك ديال الديبور، كاين لو ريسك ديال أنك تعطب، كاين لو ريسك ديال تعيا، كاين تجرح بزاف ديال الحوايج، فهمتيني؟ كاين حتى لو ريسك ديال الموت، ولا بواحد النسبة قليلة جدا تلفتي في الغابة وما عرفتيش الطريق، ولا تلاقيتي مع شي عصابة تيراو فيك ولا شي حاجة، ولا الله يستر. دونك بنادم كيقول لي كاين ولا ما كاينش، مي الناس واش كتوصل على الطريق باقا الناس كتمشي، واش غتسالي الطريق؟ ما عمرها غتسالي، عندك الكبدة، عندك الفلوس، عندك الصحة، عندك لو ريسك توكل على الله، عندك شوية الخوف، عندك شوية ديال التردد، ما تيقش في راسك، بغيتيها ساهلة سير تنعس حدا داركم. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لديك الطريق ديال تركيا اليونان. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم هاد الفيديو هذا، ويلاه كنرجعو معكم الأجواء. جيت لمنطقة أقشور جميلة هنا في الشمال، كنحيي الناس ديال الشمال على الكرم ديالهم، الناس ديال منطقة أقشور، مارتين، كنيدق، قصر كبير، النواحي كاملين زرناهم الحمد لله، باقي ندير لكم فلوقات مدن أخرى إن شاء الله هنا في الشمال. الناس طالعة من الرادار، تقبلونا بحفاوة، كيعرفوك صحراوي، تلاقينا ناس كيعرفوا لاشين، تلاقينا مع ناس كنعرفوهم، تلاقينا مع ناس كانوا ساكنين عندي في تركيا هنايا، تلاقيت مع واحد الدراري تصورت معاه غير دابا في أقشور، حتى هو كان عندي في تركيا. دونك الجبال تلاقاو، الرجال تلاقاو، الجبال ما تلاقا، جبل هنا وجبل هنا عمرو غيتلاقاو. وهادشي اللي كاين الخوت، تلقاو فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم ميمون على قناتكم ميمون رياكسيون، بقاو معنا نهاية الفيديو، غندير لكم لقطات من الرحلة اللي درنا. تفيضو يلا تفيضو، زاري مقود فهاد البلاد راني حافظو، نقاردو يلا نقاردو، فشي باطو كبير اجي نتفاردو، تفيضو يلا تفيضو،
زاري مقود في هاد البلاد راني حافظو نقاردو هلا نقاردو في شي باطو كبيرة جي نتفاردو نتفاردو الوقت كاطير شكيت في المكانة كنضرب دو طاف باش كنطلع لقانا كنشوف الحقيقة في القرعة عريانة ما تسولنيش على شباغي نحرق انا عقلية خاسرة بلاصتي في امريكانا واش القضية محزوقة ولا غير عندي انا